مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. يحب الجميع فيديوهات إنقاذ الحيوانات، فكم من مرة رأينا أناسا أبطالا يهبون لمساعدة وإنقاذ حيوان ما. لكن هناك عدة حالات أنقذت فيها الحيوانات البشر، ذلك أن الحيوانات يستطيعون الإحساس بالخطر والتصرف وفقا لذلك، مثل الخنزير العلو الذي أنقذ مالكه أو الببغاء ويليام. والجميل أن الحيوانات لا يترددون عن المساعدة بالرغم من أنهم كثيرا ما يساء فهمهم. نقدم لكم اليوم حيوانات أنقذت حياة البشر. قبل أن نبدأ أعزائي المتابعين، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لنستمر في نشر الفيديوهات لكم. أسود أنقذت فتاة مخطوفة في عمر 12. كثيرا ما نسمع عن حيوانات أليفة أنقذت حياة البشر، لكن نادرا ما نسمع عن حيوانات برية تقوم بهذا. بدأت القصة في أثيوبيا عندما تعرضت فتاة في عمر 12 للاختطاف، وذهب بها الخاطفون إلى منطقة نائية في الغابات حيث تعدوا عليها، لكن مجموعة من الأسود استشعرت الأمر وهاجمت الخاطفين وأبعدتهم عن الفتاة. ثم ظلت الأسود حول الفتاة لمدة يوم كامل إلى أن وصل فريق الإنقاذ. صحيح أنها كانت مجروحة، لكن المهم أنها ظلت حية بفضل تلك الأسود. كلب أعمى أنقذ فتاة من الغرق. تدين هذه الفتاة ليسا نيبلي أفوروغين بحياتها لهذا الكلب الأعمى نورمان، والذي تخلى عنه أصحابه، والذي كاد يقتل لكن تم تبنيه من قبل نان ماكدونالد في سنة 1993، وحينها كان الكلب يخسر بصره حتى أن أصبح أعمى، لكنه واصل حياته كأن شيئا لم يحدث، وكان يحب اللعب على الشاطئ. في أحد الأيام كانت ليسا ابنة 15 تسبح مع أخيها، وعندما عاد أخوها للشاطئ ظلت هي تسبح إلى أن شعرت بشيء يسحبها للأسفل وكادت تغرق، فبدأت بصراخ وإذا بالكلب نورمان يهب لنجدتها ويقفز في الماء ويسحبها إلى الشاطئ، وهكذا أنقذ هذا الكلب الأعمى حياتها. حوت ينقذ عالمة محيطات من القرش النمر. تعد هذه القصة أحد أعظم قصص الإنقاذ على الإطلاق، حيث تم إنقاذ عالمة المحيطات نانا هاوزر سنة 2018. فعندما كانت هذه العالمة تغوص في المياه الجنوبية للمحيط الهاديك، إذ بحوت ضخم يتقدم منها ويدفعها ويغطيها بزعانفه، فخافت على حياتها وعادت إلى القارب، وهنالك رأت الحوت وهو يحاول إبعاد قرش النمر. كان يبدو أنه اقترب من نان دون أن تدري، لكن الحوت قام بحمايتها. أليس هذا رائعا؟ الخنزير الفيتنامي لولو. أصبح هذا الخنزير مشهورا في سنة 1998 عندما قام بإنقاذ حياة ملكته. بدأ كل شيء عندما ذهب زوج الملكة في رحلة صيد، وتعرضت الملكة جون لسكتة قلبية حينما كانت بمفردها في المنزل، وبطريقة ما استطاع الخنزير الإحساس بالأمر ودخل المنزل، ثم خرج للطريق وسقط وكأنه ميت، وذلك لجذب انتباه المرة. لم يأبه به أحد إلا رجل واحد انتبه للخنزير ثم تبعه إلى المنزل، وهناك عثر على جوان وهي ملقاة أرضا، فأسرع يتصل بالإسعاف، وهكذا أنقذ هذا الخنزير حياة جوان. الفيل نيغنوغ. كانت تسونامي الذي حصل سنة 2014 في المحيط الهندي كارثة حقيقية، وفي خضم كل هذا الدمار توجد قصة جميلة عن الفيل نيغنوغ، والذي أنقذ فتاة صغيرة بعمر 8 في فيكوتا في تايلاندا. قبل بداية التسونامي لاحظ الفيل الصغير أن أمبرا لم تكن آمنة، ولهذا حملها وأخذها إلى أحد المرتفعات، وهناك ظل واقفا أمامها يحميها من المياه الجارفة. عندما علمت ساماثا والدة أمبرا بالأمر، أخبرها الناس أن الفيل قد مات، ولكن لدهشتها وبعد انتهاء التسونامي رأت الفيل نيغنوغ حيا وهو يعيد ابنتها أمبرا سليمة. أسد بحر يمنع محاولة انتحار. يعد جسر سان فرانسيسكو مكانا يقصده كل من يريد الانتحار، فقد شهد الجسر عدة محاولات انتحار. فالقفز من هناك إلى البحر عملية مميتة،
وهذا ما كان ينوي كيفن هاينز القيام به عندما كان في 18 من عمره. في سبتمبر 2006 قفز كيفن إلى الماء حيث انكسرت عظام ظهره بسبب الارتطام، وانتظر إلى أن يغرق ويموت. لكن كان هناك أسد بحر قريب شاهد الأمر، فاقترب من كيفن ودفعه إلى سطح إلى أن تم إنقاذه من قبل السلطات، وهكذا أنقذ هذا الحيوان حياة كيفن. قطة ضالة تنقذ رضيعا من التجمد. هذه قصة قطة شوارع مارشا والتي أنقذت رضيعا من الموت في روسيا. قبل عدة سنوات وفي شتاء بارد عثرت هذه القطة على رضيع بدون ملابس وكان ملقا في الشارع، فاقتربت القطة منه وقامت بتغطيته بجسدها لتدفئته، ثم بدأت بالمواء بأعلى صوتها. في البداية ظن الجيران أن بعض الكلاب قد هاجمتها، لكنهم عندما خرجوا لتفقد الأمر وجدوا القطة والرضيع. تم إنقاذ الرضيع وتبنت إحدى سيدات القطة وسمتها مارشا. الببغاء ويليام. سمعنا كثيرا عن حيوانات تنقذ حياة البشر، لكن ماذا عن الطيور؟ هذه قصة ببغاء أنقذ حياة فتاة صغيرة. عندما كان هذا الببغاء يتناول إفطاره مع ملكته ميغان هارفارد وابنتها هانا، تركت ميغان الغرفة، وفي ذلك الوقت اختنقت هانا، ولاحظ الببغاء الأمر، فما كان منه إلا أن بدأ بالصراخ قائلا: ماما ماما الطفلة الطفلة. وما إن سمعت ميغان حتى أسرعت للغرفة وأنقذت ابنتها. تم تكريم عمد الببغاء ويليام حيث تحصل على لقب الحيوان المنقذ من إحدى الجمعيات. أنقذت الحمامة الزاجلة شير حياة مئات الرجال. هل سبق وسمعتم عن الحمام الذي يحمل الرسائل ويعمل مع الجنود؟ هذه قصة عن حمامة شاركت في الحرب العالمية الأولى وأنقذت حياة مئات الجنود في سنة 1916، حيث كانت تنقل الحمامة الرسائل بين الجبهات متنقلة بين خطوط العدو. وفي معركة فردان استطاعت هذه الحمامة إيصال 12 رسالة أنقذت حياة مئات الجنود. لكن الحمامة جرحت في معركة أورغان سنة 1918، وهذا لم يمنعها من إيصال رسائلها. توفيت الحمامة في 13 من جوان 1919، وتم تكريمها بمنزلة الشرف، وذلك لشجاعتها ومساهمتها الجبارة. تم الاحتفاظ بها وعرضها في متحف التاريخ الطبيعي. قصة هارامبي. هذه قصة الغوريلا هارامبي صاحبة 17 عاما والتي تعيش في حديقة حيوانات سيندا سانسي. في 28 من مايو سنة 2016 أنقذت هذه الغوريلا طفلا سقط في منطقتها، حيث أخرجته من الماء ووضعته على أرض جافة وظلت معه لمدة 15 دقائق دون أن تؤذيه، فقد كانت مسالمة جدا لدرجة أنها فحصته لترى إن كان مصابا. لكن حراس الحديقة أطلقوا عليها النار ما إن رأوها مع الفتى، وماتت هارامبي على الفور. تظهر القصة كيف أن البشر يسيئون فهم نوايا الحيوانات.